أعتقد أنه سيكون ممتع جداً. دعونا نفتح حالاً. فيتا أنت تبدأي. أوه لا، يا لها من بداية رهيبة. أود أن أقول أنها شائكة. هل يجب أن أكل هذا الصبار؟ إنه مخيف جداً. سأؤذي نفسي بالتأكيد. حسناً، دعونا نأمل الأفضل. أوكي. إيو، كم هذا مؤلم. ربما يكفي. بالطبع لا، كلي بسرعة. يبدو أن لدي فكرة. لماذا أؤذي نفسي بينما يمكنني قطع كل الأبر؟ لدي كماشة مثالية. تادام، الآن لا يجب أن أعاني من كل قضمة. آمل أن يكون الصبار لذيذ على الأقل. حسناً، كيف؟ أكلته بسرعة كما لو أنه لذيذ. لا، لا شيء من هذا القبيل، إنه مقرف. مقزز. حان دوري الآن للفتح. لا، السيدات أولاً. على وعلى ذلك لدي آيس كريم لذيذ. أحتاج إلى أكله بسرعة. فيتا، أين أخذت الآيس كريم خاصتي؟ أعيديه. لا، كما ترين، الكرات المستديرة يعني أنها لي. أعرف كيف أصلح الوضع. بعد هذا الدفء ستتحول الكرات إلى سائل، وبسبب الشكل المثلث للقرن ستكون المادة ملكي. كم هو لذيذ. سأكون آسفة جدا لو أعطيتك الآيس كريم. رائع جدا. شهي. أليكس، يمكنك الآن فتح الغطاء الخاص بك. أوكي. واو، يا له من جمال. هذه شطيرة شهية، تجعلني أرغب في التهامها في أسرع وقت. من الجيد معرفة أنني لست مضطر إلى المشاركة مع أي شخص. كل شيء لي. تقول كل شيء لك. لدي خطة، أنا أيضا جائعة. أليكس، فيتا تنادي. الآن ستساعدني سكين في تحويل الشطيرة المربعة إلى مثلثين. سامحني يا أليكس، لكن كان علي فعل ذلك. كما تعلم أنا جائعة أيضاً. أوه حسناً، دعونا نرى كم ستحب الشطيرة مع الفلفل المثلث. أعتقد أنه سيكون مرح جداً. كمان. لذيذ، إنه لأمر مؤسف يا أليكس أنك لست أنت من تأكل السندويشات. أوه لا، ليس من المؤسف على الإطلاق. من الواضح أن هناك شيء خاطئ. من أين أتى الفلفل؟ ساعدوني. لدي شيء للمساعدة في إخماد نيرانك. هيا اشربي. من فضلك أعطني هذا السائل بسرعة. ماذا شربت للتو؟ يا له من عرض. دعونا نرى ماذا لدينا في هذه الجولة. فيتا عندها شيبس، لكن ماذا عني؟ آمل أن أكون محظوظاً أيضاً. لا، لست كلباً لآكل طعام الكلاب. لا أريد فعل ذلك. أنت لست مضطر لذلك لأنني سأكل أولاً. أريد أن أتناول هذا البطيخ بسرعة. كم هو الشهي؟ فقط مناسب ليوم صيفي حار. أنا أعلم كيف أحضر لنفسي بعض البطيخ بملعقة خاصة. كيسي، أمسكي هذه الملعقة. ستجعل الأكل ألذ. شكراً لك. هذا حقاً مريح. الآن فقط هذا البطيخ لي، لأنك قطعتيه إلى قطع مستديرة. انظري عن كثب في المرة القادمة. أعتقد أن قصة البطيخ ستعلمك الكثير. نعم، سأريك الآن. خذي هذا. بدون فائدة، يمكنك رمي بقدر ما تريدي. في غضون ذلك سوف أتناول البطيخ. بسببك لم يتبقى لي شيء من هذا البطيخ. على الرغم، بعض بقايا الطعام سوف أكلها دون مساعدة أحد. انتهيت. فيتا، حان دورك. أعتقد أن الشيبس سيكون لذيذاً جداً، خاصة البرينجلز. أنا فقط أحبهم. أنا أيضاً أحتاج إلى حرمان فيتا من الشيبس. من الجيد أنني أحتاج إلى فقط هذه العبوة لهذا الغرض. غريب، لماذا هي فارغة؟ أين كل الشيبس؟ من تجرأ على تفتيتهم هكذا؟ الشيبس لذيذ بأي شكل، لكن علي أن أكل طعام الكلاب. هذا مقرف.
حتى أن رائحته كريهة جدا. يبدو أنني سأمت منه، ربما لن أكله. ماذا سوف تأكله؟ فقط انظروا كم هو قبيح. على الأقل سأحتاج إلى التجريب. مقرف رهيب، مقزز. يجب أن تأكل طعام الكلاب بأطباق خاصة. قل شكرا لأنني أحضرت واحدا لك. نعم شكرا. الطعام يبدو أسوأ في هذا الوعاء. أنا فقط لا أستطيع أكله بالملعقة. سوف أساعدك. الشيء الرئيسي هو عدم التحرك. سأطعمك على أي حال. خذ هذا، هل تحبه؟ مقرف، لم أجرب أي شيء أسوأ في حياتي. أتعتقدون أن هذا مضحك؟ الآن سوف أريكم ما هو المضحك حقا. كيف تجرؤ؟ ستصبح رائحتنا مثل الكلاب. يا فتيات، من برأيكم سيكون محظوظ هذه المرة؟ الآن سوف نكتشف. بالتأكيد ليس أنا، لكنني محظوظ. أنا أحب السوشي. أنا أيضاً لدي شوكولاتة. إلى جانب ذلك إنها لذيذة جداً. من الصعب جداً العثور عليها في المتاجر، لذلك هي قيمة. أعلم أن الجميع هنا يسيل لعابه بالفعل، لكنني لن أشارك. إنه فاتح للشهية للغاية وأيضاً لذيذ. أريد أن أتناول كل الشرائح المثلثة بسرعة. إنه لأمر رائع. علي أن أظهر للشوكولاتة بعض حيل الكاراتيه. انتهيت. الآن الجميع يعلم أن كيسي يمكنها الرد. الآن سأريكم خدعة. امساك الشوكولاتة بفمي. لكن هذا ليس كل شيء. الجميع يستطيع التقاط شريحة واحدة، لكن عدة شرائح أكثر صعوبة. ولم أتمكن من التقاط أي واحدة. يا له من عار. هيا، الشيء الرئيسي هو أنه يمكنني البدء في السوشي. أولاً خذ عيدان تناول الطعام. أوه لا، لم أتمكن أبداً من تناول طعامهم. علي أن أتعلم وإلا لن أكل شيء. لكن من يمنعني من استخدام العيدان بشكل مختلف؟ على سبيل المثال أضع السوشي عليها وأتناوله بهذه الطريقة. إنه رائع ومريح والأيدي نظيفة. ماذا عن المشاركة مع أصدقائك؟ لا، على وعلى ذلك لماذا تحتاج السوشي؟ الليمون العصيري جدا في انتظارك. أستطيع أن أتخيل كم هو حامض. مقرف، أبعدوه. لم أكن أعلم أن الليمون يعود مثل القرص الطائر. ابتعد. يبدو أنه مصيرك. أوكي. قواعد التحدي الغبية. بالضبط، اكتشفت للتو كيف سأجعل الليمون أقل قرفا. أحتاج إلى تقشير القشرة. أوبس. أليكس، أنا آسفة. على الرغم أن تسريحة شعرك الجديدة تتناسب مع قميصك الأصفر. حسنا، سأتوقف عن العبث. إنه وقت الأكل. أعتقد أن الليمون جعلني أتقلص قليلا. أحتاج إلى دش منعش. الآن أفضل بكثير. ليس البصل، لا أريد، رائحته كريهة. يا لها من شريحة بيتزا ضخمة رائعة. ولدي بودرة فوارة شهية، أنا أعشقها. آمل ألا تمانعوا إذا أكلت البصل السيء أولاً. أنا حقاً أريد أن أنتهي منه، ولا أريد تركه لوقت لاحق. حسناً، هل هو لذيذ؟ توقفوا عن الاستهزاء به، هذا صعب للغاية. لو تعرفون كم هو مقرف. لو أخذتم قضمة ستتقيأوا. أريد إخراج شيئاً ما. أوه، الرائحة كريهة. أعتقد أننا نفهم شعورك الآن. المعذرة. حسناً، رصدت نقا نق دائرية على بيتزا كيسي. هذا يعني أنهم لي. كم هذا جميل أن تعرفوا فجأة أنكم تنتظرون لذاذة. وإذا قمت بقص قطعة صغيرة يمكنني جعلها مربعة. هذا يعني أنني سأكون قادر على تجديد طاقتي. الشيء الرئيسي هو عدم جعل يدي متسخة، لأن لدي بودرة فوارة بعد ذلك. كيف تجرؤ؟ ألا تخجلوا؟ هذه البيتزا خاصتي. القطعة مربعة يعني أنها ملكي. حسناً، لم يتبقى لي شيء تقريباً. من الجيد أنهم لم يأخذوا كل شيء. علي الاستمتاع بهذه القطعة.
وأنا لدي مجموعة كاملة من البوب. أوكي. أنا مهتم جدا بتناوله. يبدو واعدا جدا. واو، في الواقع رائع. لكن لا تتأملوا، سوف أكله بنفسي. كم هو لذيذ، أنا أريد أكثر. أليكس البخيل سوف يحصل على البودرة على رأسه. هذا أفضل، لتعرف كيف تتعامل مع أصدقائك. مرحبا جميعا، نبدأ التحدي أخيرا، لكنني لست محظوظ، علبة واحدة من العلكة. أنا لدي الكثير. لدي مجموعة كاملة من العلكة. أليكس، أنت حقا غير محظوظ. لكن يمكنك أن تأكل العلكة الخاصة بك. إن الهوبا بوبا المفضلة لدي، على الأقل شيء ممتع. أعشق هذه العلكة. أسام كمان. ماذا تفعل؟ أنا لست قماما. حسناً حسناً، لا تغضبي. من الأفضل أن تنظري إلى الفقاعة التي سأنفخها الآن. هل تعلمي أنه يمكنني اللعب مع الفقاعة؟ أنا ماهر جداً في ذلك. واو، رائع جداً أليكس، لقد فعلتها جيداً. والآن حان دوري لمضغ العلكة. أولاً سوف أتخلص من الأغلفة، حتى أنني أعرف تقنية واحدة من شأنها أن تساعدني كثيراً. والآن حان وقت التقاط كل شيء. هكذا. واو، الآن انظروا إلى الفقاعة الكبيرة هنا. لن أسمح لها بنفخ الفقاعة أكثر مني. الأبرة هنا للإنقاذ. انتظر، سأحمي نفسي أولاً. ماذا فعلت؟ فجرت الفقاعة وحرمتني أيضاً من حواجبي. ماذا سأفعل الآن؟ ألصقهم. حسناً، لقد خفت قليلاً. ميلا، حان دورك الآن لمضغ العلكة. أخيراً، للتخلص من أغلفة الحلوى قمت بإعداد آلة خاصة. أسام، طريقة فعالة جداً. والآن واحدة تلو الأخرى، يمكنني أكلها. هل أنتم مستعدون لرؤية فقاعة ضخمة حقاً؟ إذن انظروا. أمي لا توقفي، إنها كبيرة جداً. ماذا سنفعل الآن؟ كيف سنعيدها إلى الأرض؟ لدي فكرة، أحتاج إلى المقلاة. أليكس، هيا أطلق. لماذا أنا؟ لأن ميلا سوف تطير إلى الفضاء، هيا بسرعة. لقد أخفقت، كل شيء يجب فعله بنفسي. أحسنت، يا لها من ضربة. أعتقدت أنه يجب علي تكوين صداقات مع الطيور. أنا سعيدة جدا لرؤيتكم يا شباب. حسناً، لدي رمانة واحدة فقط. أما أنا لدي 5، لكن هذا لا يكفي. لكن كومتي بالتأكيد تكفي. لكن خاصتي ألذ. ميلا، كلي أولاً. نعم، أنا أحب الرمان كثيراً. الآن سأقطعها. انظروا كم تبدو شهية من الداخل. صحيح، هي ليست مريحة للغاية للأكل، لكن لهذه الحبوب الصغيرة لدي دائما ملقط معي. لذيذ جدا ومريح، ويدي لا تتسخ. سيكون من الأفضل إذا وضعت الحبوب على طبق، وبعد ذلك سأكل كل شيء دفعة واحدة. الكثير من اللذاذة. بالضبط 100 حبة، هذا رائع جدا، لذلك ستكون لذاذة 100 مرة مما كانت عليه من قبل. لدي رمانة واحدة، لكنني سعيدة جدا. أليكس، حان دورك الآن. أولا أحتاج إلى الوصول إلى اللذاذة في الداخل. فتح الرمان سهل جدا. ها هو، سأقطعها الآن. هذا مرعب، أليكس يشبه المجانين. لا
لا يهمني أن أكون مجنون، المهم أن هذا الرمان لا يصدق لذيذ. لقد جن جنون أليكس. لا شيء من هذا القبيل، أنا فقط أكلت الرمان اللذيذ، هذا كل شيء. في الواقع يمكنك أن تبدأ الآن حتى لا تضيع الوقت. حقا لقد حان الوقت لفتح خاصتي. ميلا أنا بحاجة إلى السكين. أمسكي. لنبدأ. لكن أكل الرمان هكذا أمر ممل، أما صنع العصير منه أكثر متعة. نعم، آلة كبيرة، آلة عصير كبيرة، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من الرمان يساوي الكثير من عصير الرمان اللذيذ. كدنا أن ننتهي. فقط انظروا إليه. أحسن. يطلب مني شربه في أقرب وقت ممكن. حلوة لذيذ. فعلا رائع. لديك الآن عصير على وجهك. ليست مشكلة، يمكنني بسهولة التخلص منه. حسنا، لدي علبة كولا واحدة. لدي الكثير. نعم أنا أرى، لكن لدي برج كامل من علب الكولا، انظروا. لكن أنا أول من سيشرب، على الأقل أنا محظوظة بذلك. الكولا دائما لذيذة، ومعدتي تتحدث بذلك بنفسها. توصلت إلى فكرة ممتازة عن كيفية شرب كل العلب في وقت واحد. أحتاج إلى فتح الجميع، وبعد ذلك سأحتاج إلى أنبوب خاص، قمت بشرائه مؤخرا. فكرة رائعة، ومع ذلك الكولا لذيذة جدا. يبدو أن شيئا ما يريد الخروج. يا له من هدير قوي. وماذا اعتقدتم؟ أنني شاب ضعيف. أنا أحب البيبسي أكثر، وحصلت على علبة واحدة، كماذا رائع. الآن كل شيء سيسقط. وماذا في ذلك؟ دعوها تسقط. الآن لن أضطر إلى الوصول إلى الصفوف العليا. لماذا أجادل؟ سأشرب كل العلب في وقت واحد بسهولة. نحن نؤمن بك، فقط لا ترمي القمامة علينا. ضربات العلب على الوجه مؤلمة جدا. آسفة، لم أستطع التوقف. ميلا، ماذا حدث لك؟ هل رأيت بطنك؟ نعم، هذه كلها غازات. أنقذوا أنفسكم من يستطيع. إنها حالة طارئة. ميلا، توقفي. واو ميلا، لا مزيد من الكولا الآن. أنا نفسي لا أريد، لا أستطيع أكثر من ذلك. لنبدأ بأشياء بسيطة. حضروا لي بعض البطاطس المقلية. سهل، سيتم الأمر. أريد فقط أن أتعلم الطبخ. بينما يقوم الجميع بتقشير البطاطس، سوف أسكب الزيت. بالمناسبة لا يوجد شيء اسمه الكثير من الزيت. حسناً، الزيت يغلي تقريباً، مما يعني أن الوقت قد حال لصب الشرائح النهائية من البطاطس. لا، قف. أوه، إنه يتناثر. حار، ساعدوني. ماذا تفعل؟ بسببك كان أن يقطفنا الزيت المغلي. يجب سكب الزيت بكل حذر، ثم ستقلى البطاطس بالتساوي. سادام، لا شيء صعب. البطاطس المقلية جاهزة، يبقى فقط إضافة القليل من الصلصة. هذه بطاطس مقلية، لا أظن ذلك. أما أنا سوف أحضر بطاطس مقلية حقيقية. لكن هذا ليس كل شيء، الآن سأقدم طعماً شهياً حقيقياً من البطاطس المقلية. سأحتاج إلى لحم مقدد وصلصة. وبالطبع إكليل الجبل المعطر.
يا لها من رائحة. بالضبط، لن أستسلم حتى الآن. لماذا لا أستخدم البطاطس من المارميلاد؟ يقولون إذا غمسته في شراب الفراولة سيكون ألذ. رائع، سأبدأ بتجربة البطاطس من المنتصف. جدتي، هذا رائع حقا. أوه، لا يمكنني تحمل إكليل الجبل. أنا آسفة أيها الشيف، لكنني لم أحب ذلك، لكنني أقدر الفكرة مع بطاطس المارميلاد. الآن لا أعرف ماذا سأختار، فلتكن أشد. هذه المرة أكثر صعوبة، عليكم صنع السوشي. سيتم الأمر. أفضل وصفة شوسي سوشي. نعم، ليس لديهم أي فكرة في القرية عن ماهية سوشي. أنا سأصنع هذا الشوسي الذي لن تحلمون به. السوشي العظيم ممل جدا، لدي فكرة أخرى، سوشي من الحلويات. وبدلا من الكريمة الحامضة في الحشوة سيكون هناك كريمة مخفوقة لذيذة بالداخل مع عين لذيذة. جميل، وبالطبع لن أنسى شراب الشوكولاتة. فكرة مثيرة للاهتمام، سيكون السوشي الخاص بي جاهزاً أيضاً قريباً. الشيء الرئيسي أن أكرر بعض الطهي بعناية. ألا لا شيء معقد؟ لا شيء معقد؟ دعونا نرى ما هو السوشي المثير للإشمئزاز التي ستحصلي عليه. أضيف الصلصة، أنا أعرف كيف أفعل ذلك، هكذا. أوه، ماذا يسمى هذا؟ أفوكادو؟ الشيء الرئيسي هو لف كل شيء بالتساوي، أما مع الجردة بالتأكيد لن تنجح. الآن السوشي مثالي. رهيب، لم أكن أعتقد أن الشوسي سيكون قبيحاً. حان الوقت للف السوشي مع سمك السلمون. الشيء الرئيسي هو عدم البخل مع الأسماك، أقطعه إلى قطع عريضة. ولا أنسى صلصة الصويا. السمك تقولي؟ حسناً، سيتم الأمر. جاهزة؟ أتمنى أن يكون لذيذ. واو، مع الشيف بالطبع تبدو السوشي أكثر جاذبية. لا يمكنني وضع هذا الرعب أمام حفيدتي، يجب القيام بشيء ما. لماذا لا أصنع سوشي من الخيار فقط؟ لذيذ وصحي ومقزز. لماذا؟ الخيار مناسب جداً مع السوشي، أحتاج فقط إلى وضع المزيد من الأرز فيه. غير شهي أبداً. انتظر، لم أنتهي بعد. ها، الآن انظروا إلى هذا الجمال. ما هذا؟ لم أرى قط سوشي مع الخيار بالأرز. لا، لن أجرب هذا حتى، لكنني سأجرب السوشي الحلو بكل سرور. لذيذ، لكنه غير مشبع على الإطلاق. بقي مرشحاً واحد فقط. ها هو السوشي الحقيقي، الشكل والطعم. سيدتي الشيف، لقد فزتي. شكراً، كان ذلك واضحاً. آمل أن يتمكن كل واحد منكم من صنع كعكة الوافل. سمعت أننا بحاجة إلى البدء بالعجينة، لا أعتقد أنها ستكون مشكلة أبداً. أضيف السكر للتحلية، أحركه قليلاً. روعة، والآن أضيف الدقيق. أوه، أعتقد أن شيء ما في أنفي. أهية كعكة وافل. لا بأس بذلك، نستمر. هذا الدقيق كاف لصنع كعكة وافل لذيذة، أحتاج فقط إلى مزج كل شيء جيدا.
الآن يمكن سكب عجينة نهائية في جهاز تحضير الوافل. ستكون هذه ألذ فطائر في حياة أختي. واو، حصلت على عجينة لذيذة جدا، والأهم من ذلك بدون قشر بيض. آمل أن تتحول إلى فطيرة محترمة. الجميع أضاف السكر، لكنني أعلم أن السكر مضر، لذلك سأضيف الكوسة بدلا منه، أو ربما سأصنع العجين بالكامل من الكوسة. علي بشرها على مبشرة ناعمة. جاهزة. الآن أضيف البيض والدقيق بالطابع. أخلط كل شيء جيداً وأضيف القليل من الخضروات للطعم. منظره قبيح جداً، لكن هذه العجينة أكثر فائدة من عجينتك. الآن يمكن سكبها في محضر الوافل، ولا أنسى ضبط الوقت حتى لا تحترق الوافل. نعم، ضبط الوقت فكرة جيدة. أي، أنا لم أضبط الوقت وكعكتي محترقة قليلاً. حار، لكن لا بأس، سوف أخفي مظهرها الغير لطيف للغاية مع الكريمة المخفوقة والتوت وشراب الشوكولاتة. تبدو جميلة الآن. وأنا سأسكب شراب القيقب على الفطائر. قطعة من الزبدة لن تكون زائدة أيضاً. كم تبدو جميلة. وأنا سوف أقوم بتزيين فطائر الوفل الصحية بالأعشاب الصحية. لا أطيق الانتظار للتجريب، سأبدأ بهذا. يبدو أنه محروق بطريقة أو بأخرى، لن أكله. وهذا ماذا؟ مقرف، هذه الفطائر منتهة بالأعشاب والكوسة، أكرههم. وهذا تبدو لذيذة كما أحبها تماما. جدتي، لقد ربحت هذه الجولة. هاي، عملت بجد. أخيراً أريد أن أشرب كوباً من القهوة اللذيذة. حسناً، سيتم الأمر. لقد خطرت لي فكرة رائعة. القهوة الساخنة مملة، اليوم سيكون لدينا قهوة باردة، أي فرابوتشينو. أحتاج إلى رمي المزيد من الثلج في وعاء كبير، ثم إلى إضافة شراب الشوكولاتة اللذيذون. بالطبع، يجب ألا ننسى القهوة نفسها. بالمناسبة، إنها من ستاربكس، وكوكتيل الشوكولاتة تويكس لن يكون زائد بالتأكيد. أخفقه قليلاً وأستخدمه بدلاً من الحليب. وأنا ربما سأقوم بإعداد المزيد من القهوة الكلاسيكية، أعلم أن حفيدتي تحبها. حسناً، أعتقد هذا كافٍ. أسكب الكوكتيل هنا، وفي النهاية أحتاج إلى إضافة الكريمة المخفوقة والقليل من الحلوى الشوكولاتية، بسكويت أوريو، قطعة تويكس، وبالطبع يجب ألا ننسى الأنبوب. أخيراً، حان دوري صنع القهوة. سأصنع قهوة حقيقية بمساعدة الميزان، سأقيس العدد المطلوب من الحبوب. هذا ما أحتاج. الآن سأقوم بطحنهم يدوياً إلى القوام المطلوب. الآن شاهدوا وتعلموا. فقط سأملأ القهوة بالماء المغلي. هل حقاً تحضر القهوة هكذا؟ رائع، الآن أسكب القهوة في الفنجان والحليب، سأخفقه باليد أيضاً. لا
أنسى قواعد التقديم. انظروا إلى هذا الجمال. سوف أبدأ بالقهوة من المنتصف. جدتي، أنا دائماً أتعرف على هذه القهوة. لقد حان الوقت للاعتراف بأنني لا أحبها أبداً. الكوب هذا يبدو أكثر جمالاً. لذيذ، لكنه مر بعض الشيء. بقي مرشح واحد أخير. هذا حقاً رائع. أخي، لقد ربحت هذه الجولة. نعم، أخيراً.